رجعنا لنفس الطاس ونفس الحمام. الله يعيننا عليكم استاذ رائد. خويا طببت راسكم بالربج. انتوا طبيتوا. الجماعه بالاطار التنسيقي قالوها من اليوم الاول انه حكومه الاغلبيه الوطنيه او السياسيه مشروع لم تنضج البيئه السياسيه له، وبالتالي سيذهبون الى التوافقيه فيما اذا اقرت وفقا للتوافقيه والمحاصصه. انتم ماذا سيكون موقفكم؟ تبقون بالبرلمان؟ تنسحبون؟ تصوتون لرئيس الوزراء القادم؟ سيكون لكم موقف بالبرلمان؟ عندكم موقف بالشارع؟ هذا الذي اريد ان افهمه. طبعا اجنده الانسحاب، عفوا، الانسحاب ليس في اجندتنا نهائيا، لان الانسحاب هو ان تعطي مقعدك الى شخص اخر قد يكون يعني سيء. احنا ما نعرف، احنا يعني مساله انه انت تنسحب، ولا نؤيد عمليه انسحاب التيار الصدري لاننا لا نعتبرها حل في الازمه الحاليه. كان بالامكان الدفع يعني باتجاه حل البرلمان، يعني كنا نامل من الكتل الكبيره عندما حصل الانسداد السياسي وعندما تم خرق المدد الدستوريه ببجاحه بوقاحه، خلينا نقول يعني تم خرق المدد الدستوريه ولا من حرك ساكن، ولا كانما اكو دستور ولا كانما اكو مدد في كل ديمقراطيات العالم. عندما يصل الانسداد السياسي مداه وعندما يتعارض مع الدستور يتم إعادة انتخابات، وممكن أن تفرز الانتخابات القادمة ممكن أن تفرز كتل جديدة من شأنها أنه تقوم بتشكيل الحكومة، تتفق وتشكل الحكومة. لكن فقط في العراق يتم خرق المدة الدستورية ولا أحد يحرك ساكن ولا يتم تشكيل الحكومة. الآن 8 أشهر ونيف على انتهاء الانتخابات، من يوم الانتخابات ونحن بدون حكومة والشعب العراقي. يعني هذا الكلام موجه إنه لو أنتم القوى السياسية الممثلة بالبرلمان، إحنا نوديكم للبرلمان، نوديكم للبرلمان، القوى السياسية ترجع تشتكي عندنا، إحنا إيش عندنا نطيكم؟ أطيناكم أصواتكم، أصواتنا ورحتوا. القوى تشتكي، الإطار يشتكي، التيار يشتكي، امتداد تشتكي، الديمقراطية يشتكي، الاتحاد الوطني يشتكي. خوب إذا هيجي بدون انتخابات بعد ليش الكل تشتكي ويفترض ويجب؟ أنا شبيدي أسوي لك إياه حبيبي أستاذ نجم؟ أنا أقول الله يساعد الشعب العراقي على هذه الكتل السياسية، على هذه اللي تعتبر نفسها نخب سياسية واللي ترفع شعار مصلحة الشعب العراقي. طبعا أنا هسه تقول لي أنت تستثني نفسك؟ نعم أنا استثني نفسي، لأن أنا 9 مقاعد، أنا شو أسوي؟ يعني أنا ما عندي يعني القوة العددية حتى أفرض رأيي بها. وعندما أصبحت عندي قوة عددية وأصبحت رجعنا لنفس الطاس ونفس الحمام. دكتور رائد، نعم. رجعنا لنفس الطاس، نعم. ونفس الحمام، رجعنا إلى المبررات ورجعنا إلى منطق القوة وسياسة الأمر الواقع. أنت ما بيدك وذاك ما بيده وذاك ما بيده، أوضاع أبتر بين البتران، هذا الواقع. لا أستاذ نجم، أنا أختلف وياك. إحنا عندنا لوجستيك، عندنا منطق، عندنا 1+1=2، ما ممكن يساوي 3. يعني عندنا أعداد موجودة بالبرلمان، الكتل الكبيرة كان بإمكانها بدل ما أنه تروح إلى ثلث معطل تفكر في مصلحة الشعب العراقي، وكان من زمان الحكومة مش شكله، واللي يريد يخدم الشعب العراقي ممكن أن يخدمه من مواقع متعددة. يعني إذا ما شاركت بالحكومة هذه مو جريمة، أنت ليش شارك بالحكومة؟ بس أخدم الشعب بالمعارضة، طلع ملفات الفساد اللي موجودة بالوزارات ويا مكثرها. فهي هذه هنا يعني لا يوجد تزحزح عن المواقع وعن المواقف، هنا المشكلة. والمشكلة مشخصة مو الآن، يعني من 2006 لحد الآن. طيب 2003 صار التغيير، بعدها 2004 2005 كانت حكومات انتقالية، وبال 2006 صار هذا الكلام انه لا احد يتزحزح، الكل يريد من ياخذ من الكعكة. فهي هنا المشكلة.
وما ندري نقول احنا الله يساعد الشعب العراقي على هذه الكتل، وما اعرف هذه ايش وقت تخلص. الله يعيننا عليكم استاذ رايد، الله يعيننا على الجميع. احنا بعدنا، احنا ترى استاذ نجم احنا الان الامر مو بيدنا. اخويا طببت راسكم بالربج، الامر بيدنا. انتوا طبيتوا. انا مو ابرر، لا ما ابرر، انا اعطيك مثال، اعطيك مثال انه احنا عندما كان بيدنا انه احنا صرنا بيضة قبان ملنا الى تشكيل الحكومة على الرغم من معارضة جمهورنا. جمهورنا عارضنا، لكن احنا مكننا التحالف ودخلنا مع التحالف الثلاث، دخلنا مو تحالف وانما كعدد. طيب انا اشكرك دكتور رائد، ارجع لك اشكرك على هذه الايضاحات.